مسابقات كنا نشاركوا سويا، خاصة مؤخرا قنوات الكأس كانت نظمت مسابقة، قنوات بين سبورت كذلك ألوبين، كنت شاركت شهر أكتوبر تقريبا، كانت فيه ولي أول مرة فيها الجزائر. كل الشكر من قناة قطر إلى الشعب الجزائري ككل، صفحات وناس. نعم نهدي له تحية أكيد للشعب الجزائري طبعا. والمغرب ككل. الشعب الجزائري كان دعمني، كان عمل فيها ثقة، كان صارت لأول مرة حدث صارت ضجة إعلامية. نعم. كانوا يطالبون بأن أكون معلقا في التلفزيون العمومي الوطني الجزائري. نريد هذا فلان معلقا رياضيا. نعم. يعني جات في صدفة في رمشة عين، كنت نشرت مقطع صغير عبر التيك توك. قد أعطونا فرصة. جاي المباريات كأس العالم، كأس أمم إفريقيا، ولما لا في المستقبل كأس آسيا. فبالتالي ولله الحمد اليوم صار عندنا أصدقاء، حتى لو أقول متابعين في الصفحة يدعموننا. أنا جيت هنا إلى دولة قطر. وأنت اليوم في قطر. خرجت إلى دولة قطر. نعم. بفضل الله عز وجل، ما كنتش أصلا مبرمج أني نخرج، أتعاقد مع قناة، هذه راح نقولها المباشر، فبالتالي هي فرصتي حتى أبدع. حياك الله. فبالتالي إن شاء الله يكون فيها الخير. أنا دائما رحب فيك في دولتك قطر، ويا مرحبا فيك، وتنقل لنا بإذن الله أجواء إن شاء الله. جميل.